أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالدقة أهلية مبادرة غير مسبوقة لطلاب الثانوية العامة تحت شعار تقدر في 10 أيام. وتتضمن المبادرة تقديم مراجعة لجميع المواد للشعب الثلاث: العلمي علوم وعلم رياضيات والأدبي للطلاب بجميع محافظات الجمهورية. كما تسعى المبادرة أيضا لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل امتحانات نهاية العام الدراسي التي ستبدأ في شهر يونيو، مع إرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات واجتيازها بسهولة. البرنامج ده عبارة عن مراجعة نهائية للطلاب في جميع المواد من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي لحد بداية الامتحان، يقدر الطالب يلم جميع المواد فيها. المبادرة عبارة عن جزئين، جزء أونلاين شرح من الوزارة، متعاقدين مع مدرسين الشرح تبع الوزارة، والجزء الثاني احنا جايبين مدرسين تبع إدارة سنبلاوين بيشرحهم للطلبة مراجعات. وما شاء الله يعني الطلبة المتواجدين عدد كبير جدا. استجابة الطلاب هنا ممتازة جدا ما شاء الله. احنا عندنا حوالي اكتر من 13 مدرسة شغالة فيها المبادرة، غير الادارة التعليمية فيها قاعتين يعني، وكمان ما شاء الله احنا مش قادرين لسه نوفي، بنحاول ان احنا كل يوم نفتح فصول زيادة يعني. الطلاب متفاعلين جدا معانا. احنا مؤسسة حياة كريمة عودتنا ان هي بتشارك جموع الشعب المصري في كل ما يهمه. قدمنا مبادرة تقدر في 10 ايام اللي شاركت بقوة طلبة الثانوية العامة في مراجعات الثانوية العامة. اخترنا وبالتنسيق مع الوزارة أفضل خبراء في المواد، ولقينا هنا في مدينة السنبلاوين إقبال شديد جدا جدا من الطلبة ولاقت إعجاب أولياء الأمور، لأن هي فعلا كانت مشكلة كبيرة. إزاي نقدر نخلي الطالب يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في أقل وقت ممكن، وكمان بنفسية جميلة تقدر تأهله إن هو يحل امتحان ثانوية عامة بكل سهولة وبكل يسر. وطبعا رد افعال، انا شفت ريفيوز من كل الطلاب جدا مبسوطين وجدا فرحانين وعاوزين يكرروها طول الوقت وطول السنين اللي جايه كمان.